هذه سالفة واحد يقول أنا موعدي والنوم على صلاة العشاء، يقول أصلي العشاء وأحط راسي وأنام. يقول يوم من الأيام دق علي عمي على صلاة العصر، قال أبيك تخويني مشوار قصير ونرجع على طول. يقول قلت خلاص ما هي مشكلة. يقول يمرن ومعه خويه، يقول هو يمشي، يقول حنا من أهل الرياض. يقول توقعت بيروح المشوار بنص ساعة ساعة ويرجع. يقول أنا ذابح النوم. يقول الرجال طلع برا الرياض. يقول ما سألته، يقول لين ما شفت خط الصفر وسألته قلت وين رايحين؟ قال لي خوي هنا قريب عنده حلال ومعازل، ما نبي نروح عنده، نبي نتقهوى وما نطول ساعتين ثلاث ونرجع. يقول قلت انا بينوم لازم ارجع بدري. قال لا ما عليك ما راح نطول. يقول المهم وصلنا عند خوي عمي وتقهوينا، ضيافنا ما قصر. يقول مسوي لنا عشاء. يقول انا ما توقعت ان في عشاء لكن قلت ما عليه نتعشى ونمشي نرجع البيت. يقول انا ما اشوف الا النوم. فيقول بعد العشاء توقعت راح نمشي الا عمي قال ترى نبي نمري الحين الليله. يقول قلت له ما اتفقنا، انا تعبان وبرجع انا ابي البيت. قال عمي ابد افراش موجود بالسياره، متى ما جاك النوم راح اطلع افراش. ولا يقول المهم خلاص انا رضيت بالامر الواقع. يقول ما عمري نمت اصلا بالبر، ف يعني ما هضمت السالفه كلها. المهم يقول على الساعه 10 زي كذا راعي الحلال هذا هو اللي مضيفنا قال انا بروح اللي مشوار وبرجع، ما راح اطول كله ساعه كذا وراجع بروح لاهلي. قلنا ما هي مشكله، قال مكان مكانكم ما بتخذوا راحتكم. يقول جلسنا انا وعمي وخوي الثاني اللي جاء معنا. يقول الراعي نايم بخيمته. يقول تكينا لين على الساعه 11 زي كذا. يقول جانا النوم. يقول نروح ناخذ فرشنا لكن ما ندري وين نفرش. يقول قلنا نبي نبعد عن الحلال، نبي نبعد عن ريحه الحلال وما نبي نقروش الراعي. يقول ابعدنا شوي وفرشنا فرشنا. يقول انا من حطيت راسي على المخدات. يقول انا تواصل حدي بالنوم. يقول بعد ما نمنا يقول حلمت بحلم غريب. يقول حلمت اننا بنفس المكان ونايمين على نفس الفرش. يقول كاني قاعد. يقول فتحت عيوني. يقول هذا وانا بالحلم وجسمي مثبت ما اقدر احركه ولساني مربط ما اقدر اتكلم. يقول واشوف حرمه واقفه عند راس خوي عمي. يقول الحرمه يقول الجسم اللي واقف فوق راس خوي عمي. يقول انا ما ادري حرمه ولا رجال لكن اقرب ما له حرمه لانه متغطي زي العبات. يقول عبات قديمه اللي تجي بنيه كذا. يقول المهم راحت عيوني على عمي. يقول عمي ينام بفراشه. يقول فجاه بدا يتحرك ويسمي. يقول اول ما سمى فز من فراشه. يقول التفت على خوي وبدا يصحيه. يقول انا من بدا يصحي خوي وانا صحيت من النوم. يقول انا ما ادري. يقول انا ما ادري اللي شفته هو حلم ولا انا كنت واعي بس في شيء مثبت زي الجهد. يقول ما ادري. يقول المهم من فتحت عيوني الا اشوف عمي جالس يسمي على خويه. يقول خوي وقز من افراش يلقط انفسه. يقول كانه مكتوب. يقول بدينا نتلفت على بعض كل واحد وجهه متغير من اللي جاء. يقول سالت عمي وش صار له. يقول عمي قال يقول اول ما غفيت زي كذا حسيت رجليني تتنمى. يقول ما ادري في شيء على رجليني. يقول سميت واختفى التنويم. رفعت راسي التفت على خوي اللي اشوفه مفتح عيونه كانه مخنوق. بديت اسمي عليه وهذا هو وعي على طول. يقول وانا اقول لهم اللي حلمته او اللي شفته وانا ما ادري بحلم ولا كنت واعي بس في شيء مثبت. يقول قال وقال عمي شكلا المكان هذا مسكون، خلونا نروح قريب من النار عند الراعي. يقول رحنا جلسنا لين ما جاء راعي الحلال. يقول جاء بعد ساعة. يقول ما طول. المهم يوم جاء راعي الحلال يقول قلنا له السالفة. يقول قال انتم ليه بعدتوا عن الخيمة والحلال؟ يقول قلنا ما نبي نزعج الراعي ونبي نبعد عن ريحة الحلال، نبي ننام مرتاحين. يقول قال المكان اللي فرشتوه بفرشكم هذه وهذا صارت ابو سالفة. المكان هذا انا دريت انه مسكون لكن الجن اللي داخل المكان هذا جن سمى ويطلقون عليها الغول، هذا ما يضره كذا ما ضرت. يقول ان المكان اللي حطيته فرشي بوها والارض هذه، يقول هذه صارت بسالفة. يقول اول ما سكننا واول ما جبنا حلالنا هنا يقول انا حطيت خيمة الراعي بنفس المكان. يقول كان الوضع طبيعي. يقول بعدها بدا يدق علي الراعي. يقول انا اسمع اصوات حول المكان والمكان هذا مو نظيف. بدا يتشكى. يقول بالبداية ما صدقته. يقول يوم من الايام قلت بجي عنده وبشوف شو وضع المكان. يقول رحت تكيت عنده. يقول انا وياه كنا نايمين بعيد عن الخيمه. يقول قريبين من الحلال. يقول الا اسمع اصوات حركه ورا الخيمه. يقول اصوات جايه ورا الخيمه.
يقول اتلفت يقول الاصوات جايه من ورا الخيمه. يقول انتظرت انتظر الاصوات تروح يقول ما راح. يقول انا اخذ الكشاف وراح. يقول الراعي نايم يقول ما حبيت ازوج. يقول المهم اتلفت عند الخيمه يمين يسار يقول ما في احد. يقول انا ارجع لفراشي. يقول الاصوات رجعت. يقول انا صوت بمكاني. يقول درجه الراعي فز من النوم قال ايش السالفه. قلت له جالس اسمع صوت حركه. يقول على طول قال هذا هو هذا الشيء اللي اسمعه انا. يقول المهم انا اخذ كشافي هذا واروح حول الخيمه ادور ادور. يقول انا اروح ورا الخيمه واضوي بالكشاف يقول ما شفت احد. يقول وانا اطفي الكشاف وانا اجلس. يقول ابعدت عن الخيمه صرت ورا الخيمه وابعدت عنه. يقول وانا اجلس بالظلام يقول ظلام. يقول قلت بشوف الشيء هذا يجي اذا طفيت النور ولا لا. يقول ما خذيت لي دقائق. يقول الا في زول قدامي. يقول ما اشوف بالظلام الا عيونه تلامح علي ولابس عمامه وثوب وسير. يقول مثل لبس السودانيين قريب منه. يقول وقفت وقلت له انت من الانس ولا من الجن؟ يقول ما جاب. وقلت له اذا انت من الجن الله يكفيني شر. يقول اول ما قلت له كذا يقول عطاني اظهار ومشى. يقول على طول خذيت كشاف ورجعت لمكاني. فيقول دريت انه من الجن المسالم يعني ما راح يأذي كذا ما اذيته. يقول الا يوم من الايام. فيقول دريت انه من الجن المسالم يعني ما راح يأذي كذا ما اذيته. يقول الا يوم من الايام. فيقول دريت انه من الجن. يقول دق علي الراعي يوم من الايام قال لي في واحد ضربني وانا نايم. يقول انا قمت اضحك حسب طقطق. قلت ليه؟ قال حتى وجهي يعني صاير احمر من الضرب. قلت شكلك نايم على وجهك برا. يقول انا ما صدقته. يقول يوم جيت عنده يقول والله العظيم طبعت الاصابع واليد كلها على وجه الراعي. يقول جلست يومين الطبعه هذه. يقول اول ما شفته قلت له انت شو مسوي امس؟ يقول امس بالليل قبل لا انام سمعت حركه عند الغنم وعند الحلال. يقول شفته ولمحت زي الزول حول الحلال. يقول خذيت بلك توقعت حرامي او شيء. خذيت بلك وبديت احذف عليه. يقول لين ما اختفى وراحت الحركه عند الحلال. ورحت حطيت راسي ونمت. يقول فجأة ما وعيت إلا ضربة على وجهي. يقول والله العظيم إن الضربة جلست على وجه الراعي يومين. يا الله راحت. يقول هو ما آذى الراعي لكن الراعي جاء آذاه وهذا رد الأذية. يقول الجن هذا جن مسالم. أنا من صارت لي ومن صارت الأمور هذا الراعي خذيت الخيمة وغيرت مكانه حطيته قريب من الحلال. يقول أبعدت عن الأرض هذه. يقول الأرض هذه شكلها مسكونة للغول هذا أو للجن هذا. فأنت بشكلكم جيت وحطيت فرشكم على مسكن خاصة خويكم هذا لأنه كان فوق رأسه لأنه يعني كان منسدح على باب الجن هذا وعلى أكله وعلى فراشه. عشان كذا الحمد لله أن الجن هذا ما سوى لكم شيء ولا آذاكم وطلعت من عنده سالمين. فيقول راعي القصة والله هذه أول مرة أنام بالبر وإن شاء الله آخر مرة. عقب السالفة